ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. اخيرا اخيرا هزمت اجريس وجبته، هو بقيت سيد الظلال. جينو اترقى اخيرا، يعني بقت يعني حاجات جامده فتحت عندي. اللبس الجامد ده برضو، الاسكيلات الجديده والحاجات الجديده. هحط لكم جيم بلاي ولما انا هزمت ازاي اجريس يعني وكده، واوريكم شخصياتي يعني المساعدين اثروا ازاي معايا، والأسلحة اللي معايا وحاجات زي كده يعني. طبعا يا جماعة ده تيم اللي أنا بستخدمه، هو دي شخصية الاس اس ار عندي حاليا. طبعا الشخصيتين دول اللي هو بتاع السهم وده لابس بنفسجي، ده بتاع السهم اللي في النص، الاتنين دول جامدين قوي وساعدوني. ليه بقى؟ عندهم قدراتهم كلها معتمدة على البريك، والبريك ده اللي هو بيكسر درع البوس بسرعة خارقة. مثلا اوريكم دلوقتي، انتوا ازاي تعرفوا ان ده عنده بريك وكده؟ هنا مثلا بتاع السهم ده، بصوا السكيل مكتوب عليه بريك اهو، وده مكتوب عليه بريك، الالتيميت بريك، سبيشال معرفش ايه بريك، ده برضو بريك 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 بريك. لو عايزين انزل شرح عن الشخصيات دي اكتبوا لي في الكومنتات. فبيعملوا بريك، بيكسروا الدرع بسرعة، وده دمجه عالي عندي فبيساعدني في الدمج بعد ما يكسر الدرع، بيساعدني في الدمج يعني. طبعا جين نو برضه عنده سكيل بريك ومفعلها عنده انا. دي مثلا انا مفعل السكيل دي بتعمل بريك اهو. السكيل دي برضه لا مش دي مفعلها، السكيل دي برضه كنت مفعلها بتعمل بريك اهو. فانتوا استخدموا السكيلتين دول لو عندكم عشان بيعملوا بريك اسرع وتهزموا البوس اسرع. ده غير الأسلحة اللي عندي وكده. أي سلاح اس اس ار عندك طوره، لو ما عندكش سلاح اس اس ار طور الأسلحة الاس اس ار عندك لخمس نجوم على الأقل لو تقدر، أو لا أو للسلاح الار يعني على حسب اللي عندك يعني. بس الأفضل يكون ليفلك لما يعني تخش مرحلة اجريس دي، يفضل يكون ليفلك على الأقل 34 كتير يعني، عشان تقدر يعني تتغلب عليه. بس كمان كان فيديو كده سريع يعني كده، هحط لكم دلوقتي الجيم بلاي انا ازاي هزمت اجريس يعني وكده. يا رب اشوفكم على خير في فيديو جاي، ومع السلامة. トルを任せる。終わりだ。赤羽の流儀式落雷。すぐに終わらせてやる。こっちの番頭だ。丸見えだ。俺が力を貸してやる。トルを任せる。ああ。踏み潰してやる。 焦りはここまで通じない。すぐに終わらせてやる。終わりだ。赤羽の流儀式落雷。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。これは許させないと。 この番無駄だ。死ぬ。俺が力を貸してやる。トロを任せる。踏み潰してやる。赤羽の流儀式落雷。丸見え。遅い。俺が力を貸してやる。トロを任せる。すぐに。